السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ النهاردة فيديو جديد. بصراحة انا دورت كتير عشان اتأكد ان محدش عمله قبلي، وان دي اول مرة الفيديو يكون موجود على اليوتيوب. فيديو النهاردة هو ماسك معمول من القهوة ومنتجات تانية علشان يشد البشرة ويخفي التجاعيد اللي موجودة في البشرة، زي الكريم اللي انا كلمتكو عنه بتاع تجديد الخلايا وتجديد البشرة. خليني بسرعة اكلمكو عنه لان هو خلطته كبيرة شوية، فعايزين نعملها مع بعض. ممكن تستخدمي طبق عادي زي ده، مش لازم يكون علب زي ما احنا قلنا، لان احنا المكونات بتاعتنا هنعمل مكونات بس لمرة استخدام واحد او مرة واحدة. اول حاجة ممكن تستخدمي اي بن موجود عندك، انا هستخدم بن من ده من محمصة، ده بن غامق مطحون مش محطوط عليه اي حاجة تانية غير البن، فهحط تقريبا معلقة صغيرة من البن في الطبق كده. المعلقة دي كفاية على فكرة، هتكفي الوش كله عشان احنا لسه هنحط منتجات تانية وحاجات تانية معاها. تاني حاجة هنحطها، هنحط المنتج اللي هيقوم بعملية الشد للبشرة، وهو الملح. فهنحط معلقة ونص ملح، تمام كده، وهنقلبهم بس شوية مع بعض. احنا عندنا بن غامق كده وملح، ياريت ما تجيبوش الملح اللي هو الناعم قوي، هاتوا الملح بتاع الطبيخ اللي بيبقى خشن شويه. وبعد كده هناخد المنتج اللي انا كلمتكم عنه في الفيديو اللي قبل كده، منتج او كلمت عنه كتير مش لازم بس الفيديو اللي فات، زيت جوز الهند. هنحط معلقه صغيره، تمام. زيت جوز الهند ممكن نرجع نحتاج منه تاني، فهنحطه جنبنا علشان احنا عايزين الخلطة تكون مش ندية ان احنا نفرك البشرة، احنا عايزينها تكون طرية تتفرد زي الكريم. المنتج اللي بعد كده تقدروا برضو تجيبوه من عند العطار، وهو زيت البرتقال. هناخد برضو يعني حبة صغيرين، زي ما انتم شايفين هو اخف بكتير من زيت جوز الهند. فهنحط المعلقة اللي احنا حطناها دي وهنقلب كويس عشان نشوف المنتجات دايبوا مع بعض ولا لأ. الملح مع الزيوت، الملح ما بيدوبش في الزيت بسهولة، فده شيء كويس ان المنتج يبقى معانا كده رطب وطري، تمام. هنبدأ نقلب كده كويس لحد ما نتأكد ان كل المنتجات اتحط عليها زيت. هنا المنتج لسه يعني ناشف، ينفع يبقى سكراب، فاحنا عايزينه يبقى طري شوية علشان البشرة تستفيد منه. فهنحط كمان معلقة جوز الهند، زيت جوز الهند، وهنقلب تاني كده، تمام. هنسيب الخلطة دي في بعضها كده مع بعضها. طبعا ريحة البرتقال فظيعة، هي حلوة جدا، فوائد زيت البرتقال كتيرة جدا، وفوائد زيت جوز الهند للبشرة كتيرة جدا. وزي ما قلت لكم قبل كده، لو انتم ما بتحبوش جوز الهند ممكن تستخدموا زيت الزيتون اللي يريحكم وتقدروا تستخدموه. هنسيب الخلطة دي كده شوية، انا بس عندي شوية حاجات وقع هنا فهحطها، تمام. هنسيبها كده حوالي من دقيقتين لثلاث دقايق كده في بعضها، وبعدين هنبدا نستخدمها. فطبعا انا علشان هستخدمها تقريبا بعد الفيديو، بس انا هقول لكم فوائدها وهقول لكم ايه اللي هيحصل بعدها. فانتوا هتجيبوا فرشه تكون شعرها بلاستيك، يعني ناشف كده شويه مش طريه، تمام، زي ما هي باينه قدامكم كده. وهتستخدموا الفرشة طبعا مش هتمتص المنتج، بس هتاخد الحاجة عليها كده زي ما انتم شايفين تقيلة عليها، وتحطوا وتوزعوا على بشرتكم
المنتج زي ما انتوا شايفين كده، انا بوزعه على ايديا وهتسيبوه تقريبا 5 دقايق على بشرتكم، وبعدين هتبدأوا تفركوا بحركة دائرية كده زي السكراب الايد الوش، هتبدأوا تفركوه تمام. هتبدأ الحبيبات بتاعة البن تدوب والملح يبدأ يعمل تقشير للايد او الوش، يعني ممكن تستخدموا ده للبشرة الجسم كله، ممكن تستخدموه لبشرتكو لوشكو. وبعدين تشطفوه بمية فترة علشان تقدروا تشوفوا نتيجة. انا هحاول امسح بس شوية الحاجة، بصوا قبل لسه ما اغسلها شايفين الايد بدأت تلمع ازاي وبدأت تبقى نظيفة، وكمان زي ما تقولوا كده بدأت تشد. الماسك ده تقريبا بعد 2 استخدام، انتوا ممكن تعملوه 2 في الاسبوع، بعد 2 بالظبط استخدام هتلاحظوا ان البشرة اتشدت وبقت نضرة اكتر وبقت احسن من الاول. ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم وافادكم، وان شاء الله هستناكم تقولوا لي رايكم، ما تنسوش تتابعوني وتعملوا لايك وسبسكرايب، وهستناكم ان شاء الله فيديو جديد، والسلام عليكم.